بدايتي مع سفر من أوله تقريبا مع في بداية الملتقى الأول مبادرات شبابية الملهمة في الوطن العربي واللي كان موجود في القاهرة سنة 2006. أنا كنت فيه عضو مشارك من خلال تجربتي ضاد عليها الشدة اللي هي كانت بتمزج ما بين الشعر والموسيقى، وقد إيه تبادل الخبرات ما بيننا وبين بعض كان شيء سري جدا، وقد إيه في اختلاف الثقافات ما بيننا كان مضيف لينا كلنا. بقى الخطوة اللي بعد شوية كانت إني سنة 2008 في مايو اشتركت في معايشة مع دكتور منير فاشا، ودي الراجل ده قد إيه هو مفيد وقد إيه هو سري على المستوى الإنساني. التقيت بي ومع مجموعة الأصدقاء كانت بعنوان استعادة عافيتنا عن طريق كلمات، إزاي نتعايش مع الطبيعة، إزاي نتعايش مع آخرين هم زينا مفيدين في مجالات أخرى، تبادل الثقافة بيننا وبين بعض، ان انت تصحى بدري جدا، ان انت تعمل اكلك بايديك، رائع يعني. بعدين كان عندي تجربتي الخاصه اللي هي كانت الجوله الفنيه بتاعتي اللي انا كنت بقول فيها شعر في مناطق مختلفه لاردن وسوريا ولبنان. وفي سوريا كنت في مكانين، مكان اسمه All Art Now اللي هو عند عبير البخاري، وقلت شعر في بيت جابري. وبعدين مكان التاني طبعا بعد ما طلعت لبيروت لبنان معسكر الجنة، وهناك عطيت ورشة للكتابة عن الشعر والحياة. يعني الفكرة كلها إني كلامك اللي انت بتكتبه ده هو قد ايه هو مؤثر في الآخرين، وقد ايه الآخرين قاعدين منتظرين كلامك اللي انت بتعلمهم فكرة ازاي يتذوقوا الحياة من خلاله، كان شيء رائع جدا. قدرت اكتشف من خلال التجربة واللي لسه بتكمل ان شاء الله إني دايما في قيمة حقيقية للإنسان هي بتتسم بشيئين واضحين جدا بالبساطة والعمق.